1988. ملعب الان سالم يمر فيها سالم لمسه موجوده الله شو الهوب جول 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 اول هلالي الشلهوب لمسه الهداف لمسه الموهوب تحل الموضوع الهلالي في شوط المباراه الاول 1-1 محمد الشلهوب كسر فيها دفاعات سالم كسر فيها دفاعات سالم الداسري والشلهوب لمسة الخاصة الموهوب الشلهوب الموهوب الشلهوب هدف المباراة الأول للهلال هدف المباراة الأول للهلال في الدقيقة 40 هذه كرة شوف سالم مر الكرة كان في اتكالية لكن الشلهوب صعب صعب يكون في اتكالية مع الشلهوب مرت حسبوها عدت لكن ما تعدي من الشلهوب شافوها عدت شافوها سهلة لكن الشلهوب كراته ما هي سهلة كراته ما هي سهلة محمد الشلهوب لمسة في الجول.